عملات أمريكا كلها بلا استثناء عليها شعار على الظهر غريب جدا، وغرابة الشعار مش في فكرة الشعار نفسه، لكن الغرابة في إنه يكون على عملة، وخصوصا عملة بلد علمانية زي الولايات المتحدة. الشعار الشهير جدا هو In God We Trust، أو بالله نثق. طيب إيه قصة الشعار ده وليه اتحط على عملات أمريكا كلها بلا استثناء؟ تعالوا نشوف. مع اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية سنة 1861، ظهر الخطاب السياسي اللي بيربط الولايات المتحدة بقوة إلهية. يعني من الآخر رجال السياسة بدأوا يأكدوا على أن الولايات المتحدة مدعومة بقوة من عند ربنا، والكلام ده شجع السيد ويتكنسون، وده راجل دين من ولاية بنسلفانيا، على طلب وضع عبارة بالله نثق على العملات المعدنية في بداية الحرب، كنوع يعني من طلب المساعدة من ربنا في قضية الشمال أو الولايات الشمالية. وقال ويتكنسون إن الشعار ده هيضعنا تحت الحماية الإلهية، وكانت كتابة العبارة على العملات المعدنية هي البداية لشرارة دينية اندلعت بعد كده. في سنة 1864، ومع استمرار اندلاع الحرب الأهلية، بدأت مجموعة بتدعمها الطوائف البروتستانتية الرئيسية في الشمال في الدعوة لتغيير الدستور، وده علشان يكون على أساس ديني مسيحي، لكن بالطبع تم الرفض. وعلى الرغم من إضافة عبارة نحن نثق بالله على العملات المعدنية في الوقت ده، إلا أنها ما اتضافتش على العملات الورقية اللي بدأ استخدامها بشكل متزايد جدا. وبعد فترة لما أعيد تصميم العملات المعدنية في أواخر القرن ال19، اختفت الجملة من على العملات المعدنية. لكن الخمسينات من القرن العشرين شهدت مرة تانية عودة اللغة الدينية في الحكومة والسياسة، وفي فترة الخمسينات من القرن العشرين رجعت مرة تانية عبارة بالله نثق وعلى نطاق واسع جدا، ومرة تانية على كل أنواع العملات بعد اختفائها ما يقرب من 60 سنة. وكانت البداية في سنة 1955، لما وقع الرئيس أيزنهاور مشروع قانون لوضع العبارة على جميع العملات الأمريكية. وأعلن واحد من رعاة التشريع ده، وهو عضو الكونغرس تشارلز بنت، أنه الولايات المتحدة اتأسست في جو روحي وبثقة راسخة بالله، وأكد كمان على الدور اللي لعبته خلال الحرب الأهلية. وفي السنة اللي بعدها 1956، تم اعتماد بالله نثق كأول شعار رسمي للولايات المتحدة. رجوع العبارة واستخدامها كشعار رسمي للولايات المتحدة كان ظاهره ديني، لكن فعليا هو كان سياسي بحت، وكان واحد من الأسلحة اللي استخدمت في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي في الوقت ده، وكان هدفه الرغبة في التأكيد على الالتزام الديني للأمريكان. بعض المؤرخين زي جوناثان هيرتسوغ سجلوا ازاي حاول بعض قادة الولايات المتحدة، بداية من الرئيس أيزنهاور، التأكيد على إيمان الأمة القوي على عكس الاتحاد السوفيتي الشيوعي اللاديني، وده زي ما قلنا كان واحد من أسلحة الحرب الباردة ضد السوفيت. آخر رئيس حاول استغلال الشعار كان الرئيس السابق ترامب، خصوصا في حملته الانتخابية ضد الرئيس الحالي بايدن، لكن خلاص يا ترامب فات الميعاد.